جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إدانتها للتحريض الإسرائيلي المتواصل على قتل المزيد من الفلسطينيين. ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان لها التصريحات التي أدلت بها وزير الأمن الدولي القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها استعمارية وتحريض على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره. واعتبرتها تحديا سافرا لقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.